السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دقيقتين في الإدارة. في هذه الحلقة رايحين نتحدث عن الإنجاز. عندي ثلاثة أسرار للإنجاز هتساعدنا أنه ننجز لو استطعنا أنه نسأل هذه الثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو الشيء الذي تريد أن تنجزه؟ عرف الشيء الذي تريد أن تنجزه، عرف شكل الإنجاز بعد أن يتم، كيف حيكون شكله؟ إيش الجوانب اللي حتقيس عليها إنجازك؟ كيف حتعرف إنك أنجزت واجتزت التجربة ونجحت فيها؟ السؤال الثاني، ما الذي أحتاجه لكي أنجز؟ إيش نوع الموارد اللي أحتاجها؟ إيش نوع الأدوات والمواد التي أريد أن تكون معي أثناء عملية الإنجاز وتسهل علي الإنجاز؟ ما هي القدرات والإمكانيات التي أحتاجها لتحقيق الإنجاز؟ كما ذكرنا في حلقة سابقة موضوع القدرات والإمكانيات. من الأشخاص اللي أحتاج إنهم يكونوا معايا عشان أستطيع إني أنجز؟ بمعنى آخر، ما هي الموارد التي أحتاجها لتحقيق عملية الإنجاز؟ السؤال الثالث، ما هي الطريقة التي سوف أسلكها لأصل إلى الإنجاز بأفضل صورة ممكنة وبأسرع خطوات أيضاً ممكنة؟ ما هي الطريقة، أي ما هي الخطة، ما هي الخطوات العمل اللي حتوصلك إلى عالم إنجازك بأفضل صورة ممكنة؟ إذن هناك ثلاثة أسئلة، ماذا أريد أن أنجز؟ والسؤال الثاني، ماذا أحتاج لكي أنجز؟ والسؤال الثالث، كيف سوف أنجز ما أريد إنجازه؟ بهذه الثلاثة أسئلة رح تعرفوا الطريق السريع للإنجاز. أتمنى لكم وقت ممتع ولقاء متجدد مع دقيقتين في الإدارة. محدثكم محمد عايش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.